اهلا وسهلا البنات ومرحبا بكم معايا اليوم في لايف جديد كيف العاده معكم عزيزه من مجوهرات فاتين. اختصاص ديالنا بيع الذهب 18 كاره وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل البنات فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك. اليوم جيت وجيت نقول لكم مازال لوفر ديال معشوقه الجماهير مازال مستمره البنات ديال كل ارتيكل خديتيه عندك الحق في معشوقه الجماهير تبقى لك غير ب 550 درهم البنات. هاد لابخومو هادي راها مازال مستمره سارعوا للاستفاده. تكلم الشريبي البنات بارطاجيو لايف لو ماكسيموم باش كلشي يشوف اللايف ويستافد من هاد لي بخومو اللي دايرين ويشوف لي زارتيكل اللي موجوده لكم اليوم شي حاجه اللي غزاله وفنه. بالنسبه لي نمرو التليفون ديالنا راه ديجا ايبانكلي اللي هو 07-00-79-79-71 راه ديجا هنايا كاتبه عليكم. ومرحبا الف مرحبا ريم اهلا وسهلا. حسنيه مرحبا الف مرحبا. لطيفه الفارسي مرحبا بيك سلام العزه منوره ما شاء الله لهلي يخطيكم حفصه. شكرا لكم البنات بزاف بزاف حاولوا تبارطاجيو اللايف باش كلشي يستافد من لي برومو. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد المارياج هذا الغزال فريمون قاصح البنات. هانت غنساو غندير بحال هكا شوفوا حاولوا ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم. بالنسبه للمارياج كيجي على هذا الشكل هذا نتمنى يكون واضح لكم مزيان فوالا كيفاش كيجي. الثمن ديالو 2100 درهم اللي هي 42000 ريال فريمون البنات كيجي قاصح هذا المارياج كيجي صحيح غنوريه لكم عن قرب كيفاش كيجي. فوالا انتما لا ليونز ديالو كيجيو فيه هنايا جوج صفوفه ديال الحجر وكيجي سوليتير ديالو كاري شي حاجه اللي مودرن. الثمن ديالو 2100 درهم فوالا كيفاش كيجي. وبالنسبه لي دو ميدوا لابسه لكم انا هاد جوج هادو كاين ديال الخميسه 750 درهم وهذا كاين لوي فيتون الثمن ديالو 650 درهم وكاين حتى شانيل حتى هو كاين اللي بغات لي موديل في دو ميدوا دوز عندنا اون بريفي وغادي نوريها كامل اللي كاينين. بالنسبه لنيميرو التليفون ديالنا كيف قلت لكم راه ديجا هنايا حاطينه اللي هو 07-00-79-77-71. اي حاجه بغيتوها دوزوا عندنا الخاص وما يكون غير خاطرك. ورينا غورميت ديال 1400 اييه عطيني غورميت سامبل ديال 1400 درهم. مرحبا الف مرحبا البنات اللي ما قريتش الكومونتير ديالها تسمح لي هادي السامبل ديال 1400 عطيني بجوج هي الشكر ديالها معليش شكرا. فوالا بالنسبه لا غورميت ديال 1400 درهم نتمنى تكون هي هذه اللي كتكلمي عليها. البنات بارطاجيو اللايف شوفوا كيفاش كتجي كتجي سامبل سامبل البنات وكتجي غزاله. هذا تقدري تسديه في اي عوينه بغيتي وتقدري ديري فيها لي بوندونتيف اللي بغيتي نتيا على حساب الذوق ديالك. شوفوا كيفاش كتجي كتجي غزاله 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 البنات 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. ولابسه لكم هنايا ايوا صافي غادي تخسر لنا كلشي دابا ها لابسه لكم حتى لا غورميت ديال الاناناس المحبوبه. شوفوا كيفاش كتجي كتجي غزاله البنات الثمن ديالها 3000 درهم وكاين حتى لا باك ديالها. شوفوا لا باك ديالها كيفاش كيجي قلت العيس عفاك براسلي مسيكه حاليا ما كاينش زينب ولكن دوزي عندي اون بريفي ونوريه لك ان شاء الله راه قريب يدخلوا ستوك. فوزيه فوزيه مرحبا حليمه دوماج ما عندناش الخاتم ديال النصاص. شوفوا البنات هذه السامبل 1400 لا غورميت ديال اناناس فيها 4 ديال الخريشات الثمن ديالها 3000 درهم ولا باك ديال اناناس فيه 4 ديال الصفوفه الثمن ديالو 1400 اللي هي 28000 ريال. غزاله منوره كتعجبيني بلوك 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 لي كومونتير تي كيطلعوا ليا بزربه عزيزه حبيبتي لاباس عافاك كان عندي خاتم مارياج وضاع لي العين وباقي لي الحاجب واش ممكن يتباع بوحدو. ام اخلاص دوزي عندي اون بريفي صوري ليا لا ليونس اللي عندك وانا نصور لك السوليتير اللي غادي يجيو معاه. خوله مرحبا الف مرحبا بغيت بغاسلي يكون شي 3000-3500 اييه. انا لابسه لكم هنايا دي بغاسلي ديال الكلو وديال الكارتي شي حاجه اللي سامبل البنات. شوفوا كاين هذا الكارتي هذا الثمن ديالو 1900 درهم اللي هي 38000 ريال وميما ال اونصومبل كامل داير تقريبا ديك 8900 درهم ديال اناناسه
وبالنسبه هذا البغاسلي هذا ديال الكلو الثمن ديالو 1800 اللي هي 36000 ريال. ديجا كاين لا باك ديال الكلو، صراحه ما غنجيش قدي هنا ما نحاول. فوالا ها نتوما لا باك ديال الكلو الثمن ديالو 600 درهم حليمه الثمن ديالو 600 درهم البنات. بالنسبه للكارتي مازال غير لي طاي صغار لي بوك ديال تو لي جوغ، ايه نوريهم ليك غير خليكم معايا البنات. البنات بارطاجيو اللايف. بالنسبه لوفخ ديال معشوقه الجماهير راه مازال مستمره، ديال كل ارتيكل خديتي عندك الحق في معشوقه الجماهير تبقى ليك غير ب 550 درهم. بالنسبه لنيميرو التليفون ديالنا اللي هو 07-00-79-77-71 البنات صافي. وكاينه هنايا حتى هاد السميطه هادي ديال القرطاسه الثمن ديالها 1000 درهم، وكاين الكوردون الثمن ديالو 750 درهم. حاولوا ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها ودوزوا عندنا الخاص. سلام اختي دومي دوا، واش تقدري تصيفطي لي غدوه نسكن في وجده؟ مرحبا ناديه، غير حاولي ديري ليهم سكرين. دوزوا عندنا الانستغرام ميسنجر الواتساب ديالنا راه ديجا كاتبه لكم نيميرو التليفون هنايا الفوق. اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، دوزوا عندنا الواتساب وما يكون غير خاطركم. ومرحبا بكم عافاك ورينا سيرت لام فتول سامبل جولدن روز حاليا ما كايناش في ستوك، دوز عندنا اون بريفي نوريها لك. سلام زين تبارك الله عليك، معك هاجر من تماره، تحيه لك خاصه هاجر ومرحبا بك والف مرحبا. وبالنسبه لابسه لكم هنايا اونصومبل طاغي، شوفوا في سنيسلا لي بوك، شوفوا كيفاش كيجي هذا الموديل هذا، صراحه كتجي غزاله. شوفوا الديزاين ديالو في غير سنيسلا مع لي بوك، الثمن ديالهم بجوج 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. سنيسلا مع لي بوك كيجيو على هذا الشكل هذا، شي حاجه اللي خفيفه ظريفه تلبسيها شاك جوغ، فريمون كيجيو غزالين وخفاف. شوفوا صراحه كيجيو فني. مثلا البنات خديتو هاد لونسومبل عندك الحق في هاد السنيسلا تبقى لك غير ب 550 درهم. كاين كاغي وكاين حتى على شكل قليبه البنات، الثمن ديالهم 1100 اللي هي 22000 ريال. شراي يدي 22000 ريال حلقات فيس كبار ريما. الصراحه والله ما عرفتش واش مازالين في ستوك ولا لا. دوزي عندي دوزي عندي الخاص ونشوف ليك. جنات جرير الثمن ديال الكلو والفيس. بالنسبه للبغاسلي فيس 1900 الكلو 1800 درهم، لا باك ديال الكلو 600 درهم اللي هي 12000 ريال. حاولوا ديروا ليهم سكرين البنات ومرحبا بكم. بالنسبه للسلسله ديال العود انا غادي نوريه لكم غير خليكم معايا. بالنسبه لي زونسومبل كيف قلت لكم كاين هذا اللي كيجي كاغي سنيسلا ولي بوكل 1100 درهم، وكاين حتى هذا الشكل هذا ديال القليب، وكاين حتى وريضه. فوالا اي حاجه بغيتوها دوزو عندنا الواتساب اللي هو 07-00-79-77-71. السلسله اللي في عقلك شحال انا يلا دخلت اللايف. زينب مرحبا الف مرحبا. بالنسبه هذه اللي لابسه انا اللي فيها الحجيره كاينه هي ولي بوكل ديالها دايرين 1100 درهم، وكاينه هاد السنيسله ديال معشوقه الجماهير بوحدها الثمن ديالها 750 درهم. الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتبقى لكم غير ب 550 درهم. هاتي واحد الكومونتير مشى شي عفاك ثمن حلقه الخروج. دوماج فاطمه ما عندناش اختي. واش ذهب؟ وي ذهب 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل. خواتم 3 دي مريم عطيني شي خواتم 3 دي نبينهم. باقي حليمه داك لاباك 3 دي ديال 2500 درهم كبير. جا واحد 2500 درهم. انا البنات غادي نوريكم باك كبير ديال 3 دي يلاه داخل. علاش ما كيوصلنيش اشعار باللي تفتحوا اللايف؟ حاولي هناء تحيدي جي من لاباج وعاودي ديريها نتمنى يوليو يطلعوا لك. هاي هذا 2500 داكوغ. بالنسبه لي موديل ديال لي باك 3 دي غادي نبدا ليكم من الكبير حتى الصغير. شوفوا نحيد هذا، شوفوا لا باك كاين هاد 3 دي الثمن ديالو 2500 درهم. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي كبير وباين وعاطي العين. شوفوا كيفاش كيجي. وكاين هذا حتى هو الثمن ديالو 1700 اللي هي 4
وثلاثين ألف ريال، وكين هذا ديال 900 درهم، وكين هذا ديال 800 درهم. شوفوا البنات هادو هما لي موديل اللي كاينين. كاين هذا 2500، هذا 1700، وكاين هذا الثمن ديالو 900 درهم، وكاين هذا الثمن ديالو 800 اللي هي 16000 ريال. ما شفتش السنيسلات ها هما، انا غادي نوريك السنيسلات ديال العوينه. فوالا البنات حاولوا ديروا ليهم سكرين، ما عرفتش هادو جو مقموين صغار. شحال ندير عشي كومونتير، ما عرفتش اش كيطلعوا ليا بزاف. ممكن تقولي الجرامات اللي في الموديل، راه عرفتي شحال من ارتيكل كنبينو. اي حاجه بغيتي هادري ليها سكرين، دوزي عندنا الخاص وناكد لك الجرامات شحال فيها. الكورميت اللي فيه الخريشات شي حاجه كبيره، شي حاجه كبيره. غادي نوريك حاليا هادي الثمن ديالها 2750 درهم. ايوا زكاي، شوفوا كيفاش كتجي البنات. الثمن ديالها 2750 درهم. سلام، واش ني ذهب؟ وي بشرى، هادشي ذهب 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل. مرحبا، الف مرحبا جولدن غوز مريم الباجي، على السلامه على السلامه لن. شوفوا البنات لي بوندونتيف اللي فيها كيجيو مختلفين. الثمن ديالها 2750 درهم. وغادي نوريكم وحده اخرى حتى هي، كاينه هادي ديال الخريشات الثمن ديالها 2500 درهم. البنات حاولوا ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها. وخويا محمد هادشي ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل. كاينه هاد لا غورميت هادي الثمن ديالها 2500 درهم. واش تقدري تصيفطي لي دو ميدوا غدوا؟ ناديه حاولي دوزي عندنا اون بريفي، نصيفطو ليك غدا، ما كاينش مشكل. دوزي عندنا الخاص، دوزي لا كوموند ديالك، نتصلو بك وغادي نصيفطو ليك لا كوموند. بالنسبه لي باك 3 دي هذا الكبير هذا، يلاه داخل ستوك البنات. شوفوا كيفاش كيجي حتى من اللور، ها نتوما كيجي كبير وبين وعاطي العين. الثمن ديالو 2500، وكاين هذا الثمن ديالو 1700. عزيزه الكورميت اللي في يدك بشحال، ماشي الاناناسه اخرى. هذه الثمن ديالها 1400 درهم، اللي هي 28000 ريال البنات. كتجي سامبل وتسديها في اي عوينه بغيتي. وغادي نوريكم دابا السنيسات ديال العوينه، السيده اللي بغات تشوف العوينات. فوالا كاينين هادو الصغار، كاينه اللي بلا دميعه الثمن ديالها 1000 درهم، وبدميعه 1050 درهم. فوالا بجوج هما البنات كيجيو على هذا الشكل هذا. اختي واش تقدري تصيفط؟ ما بقاش الكومونتير بزاف المرات. جاوبي على الرادكو، بالنسبه حاليا الرادكو ما كايناش في ستوك، ولكن مريم ان شاء الله راه غادي يدخل اونصومبل 3 دي صغيره. انا غادي نوريكم اونصومبل ديال قشور الحوت، غير خليكم معايا. بالنسبه هذا العوينه اللي بالدميعه كيف قلت لكم 1050 درهم اللي هي 21، والاخرى 20000 ريال. حاولوا ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها. واتساب ديالنا اللي هو 07 00 77 77 71، باش غادي نبدا لكم، باش غادي نبدا لكم. واش قلت ليا نوريكم السنيسلات ولا لي غورميت؟ فوالا غنبدا لكم باول غورميت، هي هذه ديال قشور الحوت. شوفوا كيفاش كتجي اختي عزيزه. نوصل لي كوموند لكازا ام مروان، مرحبا. راه اون فوا تكون لا ليفريزون سيكتور ديالك راه غادي نعيطوا لك. كوني هانيه، ما اتصلناش بك اليوم، غنتصلوا بك غدا. ايوا لا تقادي معانا. فوالا البنات لا غورميت الثمن ديالها فقط 1900 درهم، اللي هي 38000 ريال. الخواتم اللي خلعتيش اللي قلعتي شحال دايرين؟ بالنسبه لخوات ديال الكبير 2500، واللي صغر منه 1700 درهم. لا غورميت الاناناس 3000 درهم البنات. هذه ديال قشور الحوت الثمن ديالها فقط 1900 درهم. وغادي نوريكم هذا الغورميت ديال اللوزه، غادي نلبسها ليكم. ديجا انا موجوده هنايا باش تشوفوها مع لاباك ديالها. ايوا غادي نسدوها. هاجا حاولي تسدي لي هاد. الثمن الخيط الاحمر اللي في يدك هذا البنات الثمن ديالو 750 درهم، وبالنسبه اللي فيها سميطه في النواغ الثمن ديالها 1000 درهم، اللي هي 20000 ريال.
واش كتصيفط لاوروبا. دوماج ما عندناش دغوا البنات رسلوا برا المغرب. الا عندكم شي واحد داخل المغرب ممكن يتكلف ليك بلا كوموند ونصيفطوها ليه على الراس والعين. بالنسبه سنيس لا غورميت ديال الحجيره اون روز، شوفوا البنات كيفاش كتجي. سولت كي على دومي دوا ما سمعتش الجواب، راه هاتي لي لا كونيكسيون. ناديه حاولوا دوزي عندنا الميسنجر ولا الواتساب ديالنا، دوزي لا كوموند ديالك ديال دومي دوا اللي بغيتي، راه غدا نصيفطها لك. معشوقه الجماهير باقا ب 550 درهم. وي مونيا مازال البنات معشوقه الجماهير 550 درهم الا دوزتيها مع ارتيكل واحد اخر. لولا مرحبا، الف مرحبا ام ادم، مرحبا بك. شوفوا البنات هنايا دايره لكم لا باغ مع لا غورميت، شوفوا كيفاش كيجيو. لا باغ الثمن ديالو 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، ولا غورميت نتمنى البنات يكون واضحين لكم مزيان، قول لي واش واضحين ولا لا. لا غورميت 1300، لا باغ 1000 درهم، شوفوا كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو شي حاجه اللي خفيفه وتلبسيها ديما في يدك. عفاك سلسله 3 دي تامر، غنوريكم قشور الحوت اللي موجوده انا هنايا. ام هدايه البنات بارطاجيو اللايف، كلشي يستافد من هاد لا برومو اللي دايرين. لا باغ ديال لوزا كاين حتى في الفيغ البنات، كاين الغوز وكاين حتى في الفيغ، الثمن ديالو 1000 درهم، ولا غورميت الثمن ديالها 1300. هبه انس لهلي خطي وغنوريكم دابا الغورميت ديال القرطاس، غنلبس مع القرطاس هيت. هانا تاني شوف ايمان سد لي هاد الغورميطه. صافي باقا عافاك سلسلة 3D ديجا قريت هاد الكومونتير هذا. البنات اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، الواتساب ديالنا راه ديجا ايبانكلي اللي هو 07 00 79 77 71. شكرا. لبسي ليا خاتمي بغيت نشوفو. اييه اعطيني فينيا مريم، ليش خرجتي؟ اجي بغيت نعطي واحد المارياج، عطيني مارياج ديال كارتي ديال 1400 درهم. يلا دوزي الكورميط، والله ما بغيت الدور عكست. فوالا دابا مزيان. هانا بدات على الزاز والتفركيز ديال القرطاس معجبين فيها. شوفوا كاين هاد الكوردون هذا الثمن ديالو 750 درهم، هذا اللي معاه لا سانتور الثمن ديالها 1000 درهم، وهاد لا غورميت هادي اللي كيجيو فيها ثلاثه ديال لي بوندونتيف. فوالا نتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي غليظه، الثمن ديالها 4500 درهم. واختي واش كاين مارياج كيشبه الانصوم ديال 3 دي؟ وي فاطمه كاينين لي موديل، دوزي عندي اون بريفي ونوريهم ليك. خاتم مارياج 1500 كاينين، غير خليكم معايا البنات نسالي لي غورميت نبدا لكم بلي مارياج. انتي هي اللوزه قرطاسه لي خطيك رشيده، بغيت حلقات روميين مدلين. اياه على الراس والعين، غير خليكم معايا البنات غنوريكم كل حاجه بوحدها، شويه تصبروا صافي. انتوما كاين هاد الكارتي هذا الثمن ديالو 1900، وكاين الكلو 1800 درهم. حاولوا البنات ديروا سكرين. بالنسبه لا باك ديال الكلو راه مازال 600 درهم. عندك هاد لي دومي دو هذا اللي فيه خميسه 750، والاخر ديال وي فيتون الثمن ديالو 650. كاين حتى شانيل حتى هو كاين، والمارياج اللي لابسه انا هنايا كاغي 2100 درهم. كاينه سلسله العين تكون كبيره. وي ليلى لولا كاينه، غير دوزي عندي اون بريفي نوريها لك، راه كاينه بالدميعه وبلا دميعه. وغادي نكملوا دابا، قلنا نكملوا لي مارياج. مريم غنبدا لكم بهاد المارياج هذا ديال 3 دي. شوفوا سلسله عود قماري، عرفتي السيده راه غتخرج ليا من التليفون. هانا غادي نوريك السلسله ديال عود القماري. شوف كاينه خميسه وكاينه امي، الطول ديال السلسله 45 سنتيمتر اللي كيكون فيها، الثمن ديالها 1400 درهم، 1400 اللي هي 28000 ريال. هانتوما وكاينه حتى امي حتى هي عطيني مارياج تاع 1400 بثلاثة. المهم انا غديت نتخربق.
بديت كنخربق انا ملي ما عرفت كيفاش نقادها. فوالا دابا مزيان، شوفوا هنا على العود القماري، كاينه امي وكاينه خميسه، الثمن ديالهم 1400 درهم. شنو هو اصلا هذا؟ خاصني في صافي وي مابقاش في طايره ماشي مشكل. فوالا ها نتوما، كاينه خميسه كيف قلت لكم، وكاينه امي كيكون فيها هذا القريب هذا، صراحه كيجيو غزالين. انا غير فوا غنوصل لي شين بوندونتيف ولبسها لكم باش تشوفوها مزيان كيفاش كتجي في اللبسه. بالنسبه هذا المارياج ملك روحي، ها نتوما كاينه هذا من البارح وانا كنسول في الجروبات، سلسله 1000 درهم الله يخليك، ورينا اللي عندك ناخذ افكار. ايه على الراس والعين، نوريك شي حاجه مرحبا، غير خليك معايا نسالي لي مارياج. بالنسبه هذا المارياج هذا الثمن ديالو 2300 اللي هي 26000 ريال. نشوف السلسله شحال 1600. فوالا هذا الثمن ديالو 2300 درهم، كيجي على شكل 3 دي دق البرا، هذا هو كيقول لي دق البرا. وكاين هذا ديال 2100 درهم، كيجي على شكل لانفيني. بنات قولي واش واضحين لكم ولا ما واضحينش؟ الهام نوريك هاد السطواغ حيت حدايا هادي طويله، غنوريها ليك بحال هكا. المهم لي بولا البنات اللي فيها راه حتى هما ذهب. شوفوا صراحه كيجي الديزاين ديالها كيجي غزال، ولي بول مفيكسين، الثمن ديالها 3600. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي هنا لتحت ديالها 3600 درهم اللي هي 72000 ريال. نشوفوا هكا الا بغيت نكتب فيها شي سميه ممكن. لا نورا بالنسبه لعود القماري ما كنديروش فيهم السميات، كتجي فيهم غير الخميسه وامي فقط. شوفوا السطوار لي بول كيف قلت لكم راه حتى هو مذهب، ديزاين ديالها كتجي على هذا الشكل هذا 3500 درهم. سمحوا لي نشرب. ٢٣٤٦ ماشي 26، نقول 26 نقولها ونقدبها انا. شوفوا كاين هذا 2100 اللي هي 42000 ريال، 2100 درهم. المهم هذا راه 46000 ريال ماشي 26، 46 اصلا ما كاينش شي مارياج عندنا ب 26، كاين من 1400 والفوق 28 والفوق. وغنوريكم هذا ديال 1500 درهم. كيجي غزال، شي حاجه اللي خفيفه تلبس. شوفوا كيفاش كيجي صراحه فن. ورينا لي غوميت اللي في يدك. ايه كاينه هذه ديال اللوزه 1300، كاينه الاناناسه 3000 درهم، وكاينه هذه اللي سامبل الثمن ديالها 1400 درهم. بغيت سلسله الحضور على الراس والعين، غير خليك معايا انا غادي نوريك سلسله ديال الحضور. كاين هذا الموديل هذا ديال ماريا، شوفوا السوليدير كيفاش كيجي، الثمن ديالو فقط 1500 اللي هي 30000 ريال. 30000 ريال البنات صافي. بقى هذا نتاكد درهم. وكاين موديل ديال العظم، هذا العظم هذا حتى هو كيجي خفيف ظريف، واش ذهب ولا بلاكيور؟ هادشي ذهب 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل. كاين بزاف ديال العظوم، بزاف ديال الشكال. سير اشتري من حدايا، واش تنصحينا ناخذو من عندك سلسله رقاق ولا نصبرو تناخذو سلسله غليظه القياس 2000 هكا؟ جاوبيني بليز. ام يحيى الاثمنه اللي بغيتي كاينين، بغيتي رقاق بغيتي غلاظ على حساب جهدك، كاينين ديال 1000 درهم، كاينين 9700 درهم والفوق، انت وجهدك. شوفوا كيفاش كيجي المارياج ديال العظام 1600 اللي هي 32000 ريال، 32000 ريال اللي بغاسلي. كاين هذا ديال قرطاسه الثمن ديالو 750 درهم، شي حاجه اللي غزاله. المارياج ديال 2400 الله يسهل عليك، انا وريتك لي موديل ديال 2100 2300 لصقتي على 2400. كاينين دوز عندنا الخاص نوريهم ليك، ما كاينش مشكل. بغيتي حتى ديال 6000 درهم نوريني. بالنسبه لي موديل ديال 1400 ها هي، ما عرفتش فين هي ام مروان ولا ام عمران مشات ليا. المارياج هذا اللي خدات
وقيلا هاد حبيبة بغيت خواتم ديال المارياج. ديجا وريتهما سعاد، كاين هذا حتى هو الثمن ديالو غير 1400 درهم، كاينين حتى هادو حتى هما 1400 اللي هي 28000 ريال. ام مروان عقلت عليك. شوفوا كيفاش كيجيو، كاين ديال بنانا ديال 3 دي، وكاين هذا ديال كارتي كيجي على هذا الشكل هكا، الثمن ديالو 1400. مريم مريم مرحبا، الف مرحبا. عطيني شي سلسله 1000 درهم. بالنسبه لابخومو البنات ديال معشوقه الجماهير راه مازال مستمره، ديال كل ارتيكل خديتيه عندك الحق في معشوقه الجماهير، تبقى لك غير ب 550 درهم. فراسك درتي ديال قريشي ب 0 درهم؟ شنو بغيت؟ سلسله سلسله وتعليقه 1000 درهم. شوفي اييه اعطيها ليا. اه هي ب 1000 1000 لا حلقات لي 1050 ديال. شكرا. لا ناضيه مريم اختي، هذاك المارياج ديال العظام واش فيه جوج ولا واحد؟ كاين سوليتير بوحدو والماريا او لاليونس بوحدو، كيكون فيه جوج. بغيت غير العود القماري بدون سلسله، شحال الثمن؟ غير التعليقه بوحدها 650 درهم. ما زيدي ورينا لي غورميد. شفت واحد وحده عندكم ما عقلتش فين فين كيشبه لهذاك اللي في يديك ب 1400. صراحه ما فهمتش ناعمه ناعمه شنو. غادي نحيد هاد الحلقات باش نلبس ليكم نيري طاحت لي السداده. مهم غنوريكم سنيسه ديال 1000 درهم اختي. هذاك النمره 18 كره واش النوع ديال الذهب؟ وي سامي مايا، ذهب 18 كره هو اللي كاين في المغرب كامل. سنيسه اللي بغات تشوف سنيسه ديال 1000 درهم ننصحها بهادي ديال 3 دي. شوفوا كيفاش كتجي السلسله ديالها ديال فرصه رقيقه ولكن ضمن لك الصح والعمل. مريم حط دقيقه هنا تحيه سديده ديال الحلقات. شوفوا واش غادي نحيد السنيسله ديال الخريشات، زعما سنيسله ديال معشوقه الجماهير. فوالا كيفاش كتجي، الثمن ديالها 750 درهم. الا خديتيها مع اي ارتيكل اخر كتبقى لك غير 550. بانت لك؟ شكرا. حيت انا عارفه ايديا ما زاكينش، عارفه نطيح. حيت حتى بغيت نلبس اونصومبل. شوفوا البنات السنيسله اللي بغات تشوف سنيسله ديال 1000 درهم، كاينه هذه الثمن ديالها حتى هي 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. المحل ديالنا البنات كاين في مدينه سطات بالضبط قيصريه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل، يعني فيما كنتي في المغرب من طنجه للقويره توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك عاد تخلصيها. عفاك غورميت اللي حدا اللي حدا البغاس اللي حمار شحال. بالنسبه هذا 750، هذه 1000 درهم. عديت سنتي، شوف عديت سنتي. الغورميت 4500، كاين هذا البغاسلي ديال الكلو 1800، كارتي 1900 درهم. خاتم لوزه 1000 درهم، الغورميت ديالو 1300. فوالا كيفاش كتجي، شحال الطول ديالها في دوا هذه فيها 39، كان عنقك عامر ويلا بغيتيها انتيا هابطه شويه كتاخذي الطويله فيها 45 زيده غير ب 50 درهم. فوالا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه السنيسله غنبي نوريكم خواتم، دابا وريت تاع خواتي غنوريكم هذه السنيسله البلديه اللي بغات تشوف سنيسلات بلديين. كاينه هذه بوندونتيف ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، شوف كيجي على شكل لوزه. شوفوا اللبسه ديالها، شوفوا البنات قولي واش واضحه ليكم مزيان ولا لا. بالنسبه غورميتا نور دوماج ما كاينينش حاليا في ستوك ولكن غادي يدخلوا. شوفوا البنات كتجي على هذا الشكل هذا، الثمن ديالها 6000
وميتين درهم اللي هي 134000 ريال. 6000 درهم هي 120، 124000 ريال. فوالا كيفاش كتجي 124000 ريال. تاخدي فيها سنيسلة بلدية غليظة وعاطية العين وصحيحة. ودابا غنوريكم سنيسلة ديال لي كاغو الصغيرة والكبيرة والرقيقة وغليظة الفرق. السنيسلة الثمن ديالها 900 درهم. شوفوا البنات هاد السنيسلة هادي ديال لي كاغو فوالا ديزاين ديالها فيها جوج أربعة ستة ثمانية ديال لي بوندونتي. شوفي الكوغمات اللي لابسه 4500. مرحبا سلام اختي، واش هادشي ذهب ولا بلاكيور؟ هادشي ذهب 18 كارة اللي كاين في المغرب كامل. بالنسبه لاشين بوندونتيف ديال لي كاغو كاينه هذه 900 درهم. الله اكبر. وكاينه هذه الكبيره الثمن ديالها 2200 درهم. شوفوا البنات الفرق، لي بوندونتيف ديالها كبار، لاشين غليظه ولكن صح العمل. شوفوا كيفاش كتجي 2200 والصغيره 900 درهم. اللي باغي الكبيره كاينه، باغي الصغيره موجوده. غرب بشحال التعليقات 3 دي، كاينين بزاف ديال لي بوندونتيف 3 دي. دوزي عندنا اون بريفي ادم ونوريك لي موديل اللي كاينين. وغادي نلبس لكم دابا شنو باقي لي زونسومبل. غنلبس لكم اونسومبل ديال قشور الحوت، شي حاجه اللي غزاله. واش الخاتم ديال المارياج كارتي عامر من الداخل، هو اصلا كيجي على هذا الشكل، هذا ماشي مضوبل من الداخل، كيجي غير واحد عادي ما مضوبلش باش نقول لك واش عامر ولا لا. اونسومبل ديال قشور الحوت كاملين هذا. وريني خاتم الخضر اللي في يدك. خاتم خضر في يدي، هانا لونسومبل كيجي غزال. اونسومبل ديال ديما من حيد هاد السنيسلة هادي. بشحال كوغميت الاناناسة، الاناناسة الثمن ديالها 3000 درهم اللي هي 100 ويلي على 100 اللي هي 60000 ريال، ما تمشي 200. فوالا. ودابا غادي نلبس لكم لي بوك اللي بقاو، شحال البغاسلي ديال الاناناسا. الكوغمات اللي لابسه في يدي البنات الثمن ديالها 3000 درهم، 3000 درهم اللي هي 60000 ريال، ما عرفتش بغيت نقول 20. بغيت حلقات روميين مدلين عافاك، غير خليك معايا بوشرة انا غادي نوريك لي موديل. سينون دوزي عندي اون بريفي، الواتساب ديالنا اللي هو 07 00 79 77 71، راه ديجا كاتباه لكم هنا باش يبقى باين لكم مزيان. هانا تاني الكارتي ديال لاباك ديال كارتي ام اميمه ما بقاش في ستوك، مازال لي طاي صغار كاين ديال 650 ولكن كاينين قياسات صغار. هنا على لونسومبل ديال قشور الحوت الثمن ديالو 3600 درهم. شوفوا البنات 3600 هكا باين مزيان. فوالا 3600 درهم 72000 ريال. تاخدي فيها اونسومبل، فيه لي بوكل لا باك. شوفوا لا باك كيجي غزال، ولا غورميت ولا شين بوندونشيف. شوفوا السنيسله كيفاش كتجي، صراحه كتجي فواحد لابيونس لابيونس لي غزاله.
ولي بوكل ديالها. شوفوا لي بوكل. وبالنسبه غادي نوريكم لا غورميت مع لا باغ. ها نتوما شوفوا لا باغ صراحه كيجيو صحاح اونصومبل كامل البنات. الثمن ديالو 3600 درهم. حاولوا ديروا لي سكرين البنات، دوزوا عندنا الواتساب اللي هو 07 00 79 77 71. شحال داير الذهب الجرام؟ احسان داير تقريبا 500 درهم عاد كل خدمه والثمن ديالها. فوالا لونسومبل صراحه كيجي خفن وغزال البنات وباين وعاطي العين. شوفوا كيفاش كيجي صراحه كيجي فن هذا لونسومبل. انا يعجبني لا باغ، لبغيتي لا باغ ولا غورميت كيجي غزال. خريشات ديال لويزا عافاك، دوماج ما عندناش لويز. ان شاء مالك روحي ديجا انا جاوبتك على الكومونتير، دوزي عندي اون بريفي وما يكون غير خاطرك. بغيتي مارياج داير 2400 بالضبط نوريهم ليك، ما كاينش مشكل. سنيسلات سنيسلات سنيسلات. غادي نوريكم دابا لي باغ. كاين هذا غورميت لي تحت ديال النصا، الثمن شحال؟ هذه سامبل الثمن ديالها 1400 درهم، اناناسا 3000. وهذه ديال قشور الحوت بوحدها الثمن ديالها 1100 درهم. السلسله ديال الحب الثمن ديالها 800 درهم السلسله ديال الحب. وبالنسبه لي باغ كاين هذا ديال الفي لوي فيتون الثمن ديالو 1700 درهم. وغادي نوريكم باغ اخر، شوفوا كيجي سامبل على هذا الشكل هذا، الثمن ديالو 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. الالفي الثمن ديالو 1200 600 درهم. حاولوا ديروا سكرين شحال خاتم قشور الحوت، الثمن ديالو البنات بوحدو 1200 درهم. ونسيت ما وريتكمش السنيسله ديال السميه، ديجا كيف قلنا لكم كتوجد سيغ كوموند، ضروري البنات تخلصيها ولا افونس. هذه الثمن ديالها 1000 درهم، هذا الموديل على هذا الشكل هذا، سنيسله ديال فرصه اللي رقيقه. ولا السميه راه كتجي صحيحه يعني ماشي حاجه اللي كترطى بزاف. هذه السميه ديال نزهه الثمن ديالها 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. شوفوا كيفاش كتجي، انا غادي نلبسها لكم، هذه اصلا سلسله طويله نلبسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي السميه في العنق النزهه. فوالا نتمنى تجاوبوا بينا. اميره وصمتي راه لي كومونتير ديال الكومونتير ديالك راه ما قريتوش، دوزي عندنا اون بريفي ومرحبا بك. شوفوا البنات السلسله ديال السميه الثمن ديالها 1000 درهم، بهذا الطول هذا فيها 45 1050 درهم، كنصوبوها سيغ كوموند. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي غزاله السلسله ديال السميه الثمن ديالها 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. وضروري افونسيون تخلصيها كامله صراحه. السميه اللي بغيت نوجدها لكم ما كاينش مشكل. بالنسبه معشوقه الجماهير راه مازال لا برومو فيها ديال كل ارتيكل خديتيه عندك الحق في السنيسله ديال معشوقه الجماهير، تبقى لك غير ب 550 درهم، 550 درهم اللي هي 11000 ريال ماشي مين جاتني 11000 ريال عوض 15. جاوبيني ياسمين لي كومونتير البنات راه كيطلعوا لي بالزربه، راه ما يمكنش نقراهم كاملين صراحه راه بزاف. داكشي اللي كنقولوا لكم دوزوا عندنا الخاص الماسنجر الانستغرام الواتساب ديالنا، اي حاجه بغيتوها واخا كيكون شويه ديال الروتار كيكون ضغط ديال لي ميساج، ولكن راه كنجاوبوكم البنات راهم كيجاوبوا بخيفي حتى كتقتنعي وسولي في اللي بغيتي. الله يخطيك ام مروان، شحال طوانق ديال الاناناسا الثمن ديالهم 1900 درهم. فوالا معشوقه الجماهير حاولوا تستافدوا منها، الثمن ديالها 750 درهم بوحدها، خديتوها مع ارتيكل اخر كتبقى لك غير ب 550 درهم. هاد لوفر راه دايز هالكلام، حاولوا البنات بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش كلشي يستافد من هاد لوفر هادي، حيت صراحه ما كتعوضش اوفر لي دايز هالكلام. فوالا عافاك لي براسلي لي في يديك. كاين هذا ديال كارتي 1900 الكلو 1800، وهذا ديال القرطاسه غورميت 4500، السمطه اللي في النواغ الثمن ديالها 1000 درهم، وهذه اللي في لو روج كاين حتى في الفيغ الثمن ديالها 750 درهم.
فوالا حاولوا ديروا ليهم سكرين. هذا 1200 لوي فيتون 1700 والكلو 600 درهم اللي هي 12000 ريال. السنيسله ديال العود القماري لبسها لكم، الثمن ديالها فقط. خديجه دوزي عندي اون بريفي ونوريه ليك. شوفوا البنات السنيسله ديال امي عود قماري كتجي على هذا الشكل. هذا راه كاينه حتى خميسه كيف قلت لكم، الثمن ديالها 1400 اللي هي 28000 ريال. فوالا البنات اونصومبل كيف قلت لكم ديال قشور الحوت، فيه لا غورميت لا باغ لي بوكل ولا شيمبون دونتيف، الثمن ديالو 3600 درهم. حاولوا ديروا ليه سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ولا الماسنجر ولا الانستغرام، دوزوا لا كوموند ديالكم ان شاء الله راه قريب يدخل ستوك كامل. وباش لا كوموند ديالكم دوز في اقرب وقت، صراحه ما سخيتش بكم. وصلنا اخر لايف، حاولوا اي حاجه بغيتوها، اي تساؤل، اي حاجه عجبتكم ديروا ليها سكرين، دوزوا عندنا الواتساب كنجاوبكم على اي حاجه بغيتوها. ومرحبا الف مرحبا، وما تنساوش مجوهره فاتين ذهبي حتى لعندك.